هناك من يعتقد بأن الاتحاد الاشتراكي هو أولى بالدخول في هذه الحكومة لأنه مارس العمل التنفيذي رفقة الأحرار، كيف تنظر إلى هذه النقطة؟ سيدتي، هذه غرائبية سياسية إن صح التعبير. لا يمكن القول أن حزب يعني له أحقية في أن يكون في الحكومة، هذا أمر يعني فيه نوع من العبث نوعا ما. لماذا؟ لأن تشكيل الفريق الحكومي هو محصلة لتفاوضات بين أحزاب متعددة، وبالتالي الرئيس المكلف سي عزيز أخنوش له صلاحية أنه يتشاور مع الأحزاب التي يرى أنها يمكن أن تشكل معه الفريق الحكومي المقبل، علما على أن التوجه العام داخل الرأي العام وأيضا داخل الدواليب النخبة صح التعبير، هناك توجه نحو تشكيل حكومة يعني من ائتلاف مصغر من ثلاث أحزاب، على اعتبار أن هذه الانتخابات الأخيرة قد أفرزت لنا نوعا ما وبشكل جلي نوعا من القطبية السياسية الواضحة. هناك قطب سياسي ليبرالي اجتماعي لكي نتفاعل مع بعضنا. دكتور بالخطاب، الدكتور فقيه قال سابقا إن الأصالة والمعاصرة في موقف ضعيف لأنه لم يخبر العمل التنفيذي، هل أنت معه في هذه النقطة؟ لا يمكن أن أكون مع هذه الفكرة. بطبيعة الحال هناك الكثير من الأحزاب التي يعني تدخل لأول مرة الحكم وتبرهن على أنها قادرة على أن يعني تسير الشأن. أضف إلى ذلك أن حزب الأحرار كان له باع طويل في التواجد داخل الحكومات المتعاقبة في والاستقلال منذ يعني منذ عقود، وبالتالي القول بأن ليس له تجربة أنا أعتقد هذا مجانب للصواب. ما هناك وهو أن التوجه اليوم الحالي وهو توجه وعلما يعني توجه نحو ائتلاف مصغر لتفادي تجربة هذه البلقنة التي عشناها ضمن الائتلاف الحكومي السابق. رأينا كما قلت سابقا كيف كانت هناك صعوبات جمة للم صفوف الأغلبية الحكومية، وبالتالي كلما كانت هذه الأغلبية مكونة من أحزاب يعني قليلة كلما كان لرئيس الحكومة القدرة على تسيير، وهذا هو هذه هي الوظيفة الأساسية لرئيس الحكومة وهو التنسيق بين مكونات الأحزاب الأغلبية وأيضا تنسيق العمل الحكومي. أعتقد أنه كلما كان الفريق الحكومي مشكل من أحزاب قليلة كلما كانت هذه القدرة وكلما كانت نجاعة رئيس الحكومة أكبر في تنسيق عملها وأيضا في توجيهها نحو الأهداف الكبرى. رأينا كيف أن الحكومات السابقة يعني هدرت زمنا سياسيا ومؤسساتيا كبيرا في تدبير الخلافات بدلا من تدبير البرنامج الحكومي المسطر سلفا ضمن يعني حين تم يعني وضع اللجنة الأولى لهذا الائتلاف.